بيت المصطفى طهوري، هم أمان الأرض فذاكري، شبهوا بالأنجوم زهوري، مثل ما قد جاء في سناني، مثل ما قد جاء في سناني. ارفع يا رسول سلام عليك يا رفيع ربي، فاعفعنا ببركاتهم، وهدينا الحسنى بحرماتهم، وأمسنا في طريقاتهم ومعافاته من الفتن ارفع يا يا أهل الجود والكرم، يا أهل الجود والكرم، الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية، مستضرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأسني بحمد موارده سائغة هنية، ممتديا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص عطرة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأسباع وموالاه، وأسدي داية لسلوك السبل الواضحة الجنية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه،
وآشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا دحل المسامع بحلاه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عزر الله
الله محمد رسول الله. وأنتم به من نسب ظهره الله تعالى من صفات الجاهلية أو تزيد عرقه في قلبه في مرض الهدي وهو صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ارفع صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. حافظ الإله حافظ الإله كرامة لمحمد أباه أمجد صون لإسمه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. تركوا الصفات تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره. تركوا الصفات تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره. من آدم من آدم وإلى أبيه وأمه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة أقدر اللهم قبره الكريم بعظم صديق صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رد الله تعالى ابراهيم حقيقه من محمديا وَمَا سُبْحَانَ الَّذِي مُنْتَهِي بِأَنَّ تَكُونَ
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور.